بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الشروق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في ملعب استاد الهلال، حيث اللقاء الذي يكمل العبور الهلالي إلى المرحلة القادمة إلى دور 16 من تشامبيونز ليج الإفريقي. هنا من ملعب استاد الهلال مباشرة جاءت هذه الجماهير بطعم الانتصار، بريحة الانتصار، بحلاوة الانتصار الذي كان في بانجي. هي تتطلع اليوم، هي تعانق اليوم الأحلام والأماني، وتمني النفس طبعا بالاحتفالية بعد النتيجة الطيبة الرائعة اللي كانت في بانجي. هذا إدوارد سادومبا في أولى المحاولات، في أولى الطلعات، في أولى اللحظات ضد الدي اف سي الدبلوماسيين القادم من افريقيا الوسطى. كره ملعوبه في وسط الملعب. اذن التشكيل الهلالي سريعا لهذه المباراه: معز محجوب في حراسه المرمى، وديمبا باري، سيف مساوي، عبد اللطيف سعيد، بشا، ابراهيم التوري، والكره ترجع، الكره ترجع لحارس المرمى كونجي، حارس دي اف سي من افريقيا الوسطى. اذن ابراهيم التوري، عمر بخيت، على دين يوسف، مهند الطاهر، مدثر كاريكا، إدوارد سادومبا، هي التشكيلة، هي الخيارات الزرقاء في هذه الليلة، في هذه الأمسية السودانية الخالصة لانتصار جميل ورائع إن شاء الله للأزرق. هذه كرة لإدوارد سادومبا، انطلاق من إدوارد، الكرة طالت وتحولت مباشرة لرمية التماس. الفريق الضيف دي اف سي، كوندي في حراسة المرمى، بوتاري، أندوالي، كام كام، أزوكا، ومونغو، جايد، جيسو بولونغو، مازيكا، ليما موسى، وبيمالي. هذه هي التشكيلة، هذا هو مهند الطاهر، والكرة اصطدمت وتحولت هلالية. الهلال بدوافع الأرقام القياسية، الهلال بدوافع الأهداف الساحرة يندفع في هذه المباراة. على الدين في المراوغة الأولى، كرة حلوة ملعوبة تمر من هناك لتوري، يرجع توري، عمر بخيت، كرة مع عمر، ملعوبة على الدين، يا راجل يا راجل، الكرة جون، الكرة جون، لكن الراية، شوف 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 شوف، الخروج سليم، الخروج سليم، والكرة ضاعت من على الدين يوسف، ولو أنه مساعد الحكم كانت في راية متأخرة بعد ذلك، لكن لا وجود لتسلل على الإطلاق في هذه اللقطة. إذن الهلال كما عبر في بانجي بثلاثية، يأتي اليوم بروح الانتصار، يأتي بروح أن يسجل أهداف، أن يمنح أحد لاعبيه روح الهداف. بشا بشا يراوغ، يمر، يهيئ، الكرة ما زالت تلف الدور، ترجع من جديد، راسية بشا، ها ضاعت على بشا، ترجع الكرة من جديد، هيئ كرة لعب دين يوسف، علاء يرفع كرة عالية بهذه الطريقة وبهذه الصورة، الفريق الضيف سيأخذ نتيجة قياسية، سيأخذ نتيجة قياسية في هذه المباراة، وهذا ما نتمناه، نتمنى أهداف، نتمنى القوة الهلالية الحقيقية، نشاهد ونستمتع وينتصر الهلال بنتيجة كبيرة جدا في هذه الأمسية. الهلال اللي حقق الأرقام القياسية بست أهداف في انتصاره في أول مشوار في 66، إذن تعود العجلة، تعود الأمنيات، تعود الحكايات، تعود الأماني للجماهير الزرقاء التي احتشدت هنا في هذا الملعب. كرة بالرأس ملعوبة من مهند الطاهر، تحولت لرمية التماس، ترجع الكرة، إبراهيم توري، مقطوع الكرة من توري من جانب مونغو، يلعب مونغو في وسط الملعب، محاولة لدي سي بنغولو، لكن الكرة مقطوعة هلالية، ترجع عن طريق سيف مساوي، كرة منقولة، بشا، مهند الطاهر، لمسة، تمريرة أمامية، لكن في تدخل وفي خطأ وفي صافرة لمصلحة إبراهيم توري على اللاعب الجايد رقم 8 في التشكيلة لدي اف سي. على الجهة اليمنى سيف مساوي، منقولة مهند الطاهر، العودة لسيف،
والتمريرة مع مهند الطاهر، نقلات تمريرات هلالية، لمسات هلالية، أقدام هلالية في هذه المباراة، والكرة مقطوعة ترجع لأزوكا، يرسل كرة أمامية أزوكا، لكن باري ديمبا يعود في كرة قصيرة لكن تأمنت، مرت لسيف مساوي، سيف يبدأ المشوار، إرسال هلالي، مشوار هلالي، صاروخ هلالي يمر، صاروخ هلالي من الغزال، من اللاعب اللي سجل 13 هدف مع الهلال في مسيرة دوري الأبطال في تشامبيونز ليج، هو الأكثر تسجيلا من في فريق الهلال، مسجل 13 هدف مهند الطاهر في مشواره مع الفريق الهلالي في دوري الأبطال، المشوار اللي بدأ كما ذكرت في 66. كرة تمر وتتحول مباشرة لرمية تماس، تماس ملعوب لسيف مساوي، علي كرة سيف لكاريكا، يحاول مدسر كاريكا لكن الكرة بالرأس من جانب كام كام، تحولت الكرة مباشرة لمازيكي، ترجع الكرة لفريق دي اف سي، ارسال امامي، الفريق الذي يأتي لهذا الملعب وهو خسران في ارض وسط جماهيره بثلاثية هلالية، اذا ما عنده ما يخسره، سيلعب الكل في الكل، ان اجتهد ووصل للشباك سيكون هذا امر مفرح لاعضاء هذا الفريق، وطبعا هو يعلم صعوبة المهمة، يعلم تماما أن الهلال بانتصار بانجي سيكون من المستحيل أن يخرج في أم درمان، مع إيماننا أن كرة القدم تقبل كل الوجوه، لكن هذه المباراة الهلال من اتجاه واحد، مزيد من الأهداف، مزيد من التسجيل، مزيد من الأرقام أمام دي اف سي. كرة منقولة الآن، لكن نتابع وننتظر ونشاهد تفاصيل المباراة من ملعب المباراة. إبراهيم توري يلعب، توري كرة أمامية لكن مقطوعة من بوتاري، بوتاري خلص الكرة، بوتاري منقولة على الجهة اليمنى، والتدخل ممتاز، ترجع الكرة من جديد لدي اف سي، محاولات اصطدمت هنا وهناك وتحولت أمام هذا المدرب بنغوا، مدرب فريق دي اف سي، ترجع الكرة لمصلحة الهلال، هلالية عن طريق توري، إبراهيم يلعب الكرة، توري لكن عمر بخيت يلحق بالكرة، يلعب الكرة لي على الدين يوسف، سيف مساوي لمسة أمامية لكن تعود مقطوعة لتأتي من جديد هلالية، تمرير الآن سادومبا، إدوارد سادومبا يا زيمبابوي، تعود الكرة لي بيشا، بيشا يلعب كرة مع على الدين يوسف، هي نقلات هلالية على الجهة اليمنى، يرسل كرة ممتازة لسادومبا، سادومبا يعلي كرة، هي ضاعت من الغزال، ضاعت من مهند الطاهر، الكرة اللي كانت على الطاير كان سيكون الهدف رقم 14 في تاريخ مهند الطاهر في رحلات الغزال الأسمر مع الهلال، كرة مع ملعوبة عالية وتحولت الآن، أين اللقطة؟ واللقطة مع محمد سليمان على الجهة اليمنى، الانطلاق من إدوارد سادومبا، هيأ كرة وآل الطائر، صاروخ ارتد من العارضة لدي اف سي، إذن تتمنى هذه الجماهير الأهداف، تتوق تعشق الأهداف، والمحاولة من الإمام موسى يتحصل على المخالفة في المحاولة أمامك اللاعب اللي حاول أمام سيف مساوي، خطأ على سيف، والكرة لمصلحة دي اف سي، فريق دبلوماسيين ليحاول يجد لنفسه مكان في الخريطة الإفريقية مع الأقوياء، مع الكبار في دوري الكبار. كرة ملعوبة عالية وعند حارس المرمى المعز محجوب، بداية المشوار هلالي، التمريرة لمدسر كاريكا، الكرة مرت تحولت لرمية تماس، اللاعب مندفع أخرج الكرة لتماس، تعود لمهند الطاهر، العودة للخلف لحارس المرمى المعز محجوب، حسابيا طبعا على الورق طبعا
أنه الهلال يأتي بانتصار من بانجي، المباراة ستكون من اتجاه واحد، ولكن ننتظر للتأكيد أو للنفي هنا في ملعب استاد الهلال. كرة ملعوبة جانب أزوكا، مقطوعة هلالية عن طريق بيشا، يلعب الكرة لعلى الدين يوسف، ممتاز المرور، المراوغة من جانب علاء الدين، يحاول المرور ولكن التغطية الدفاعية من قام وتحولت الكرة لمصلحة فريق الهلال، والجماهير تصفق لعلاء الدين يوسف. هنا المحاولة وعلاء الدين يوسف يتحول للدور الهجومي والانطلاق للأمام، الكرة الآن تحولت هلالية عن طريق مهند الطاهر، يلعب كرة عالية، الرأسية تمر من جانب سيف مساوي لتتحول من هناك إبراهيم توري في صراع، ولكن الكرة تخلصت من جانب أندوالي. أندوالي كرة مرت تحولت لرمية تماس، تماس هلالي، مدسر كريكا، كرة ملعوبة الآن، المحاولة والتمريرة، لكن حتى الآن الكرات تمر وتصل جونجي حارس المرمى، حارس تي اف سي، بداية الإرسال مباشرة، كرة أمامية، اصطياد من جانب سيف مساوي، كرة تمر وتتحول لرامي التماس مع أتزوكا، أتزوكا على التنفيذ، يلعب كرة تدخل من جانب سيف مساوي، لكن الكرة مقطوعة لمصلحة بونغولو، منقولة للأمام، لكن ترجع كرة سهلة مع سيف مساوي فريق الهلال اللي يحاول منذ البداية إطلاق القدرات الهجومية للوصول لمرمى دي اف سي كما فعل في بنجي. علاء الدين يوسف يتحصل على المخالفة في هذه اللقطة، في هذه الصورة كرة تتحول لباري ديمبا من عبد اللطيف سعيد لعمر بخيت، عمر يلعب الكرة لبيشا، موجود في الجهة اليمنى، بيشا على الطائر، كرة معكوسة تحولت لإدوارد سادومبا، هناك ضغط من قام سادومبا مع الكرة، إدوارد يرجع للخلف، يمرر الكرة لعلاء الدين يوسف، والتمريرة هلالية مع سادومبا، تغيير تماما من جانب سادومبا، يعود للخلف والكرة تعود عن طريق عبد اللطيف السعيد، بوي ملعوبة لعمر بخيت، يلعب كرة أمامية لسادومبا لكن مقطوعة من جانب أتزوكا، التحول الآن لدي اف سي والانطلاقة السريعة من جانب الإمام موسى، يحاول المرور والانتباه والبطاقات يا سيف، البطاقات، يعني هنا التدخل كان من سيف مساوي، خطأ احتسبه حكم المباراة المغربي الحراس بوشاب في مباراة من هذا النوع، مباراة يعني البطاقة في مباريات أصعب قادمة بأمال وبطرح التخطي طبعا، ووضعنا هذه الكلمات لأن الهلال انتصر في بنجي بثلاث أهداف، وبالتالي من الطبيعي أن نفكر في مباراة قادمة، مباراة ربما ستكون مع الفيتا كلوب، لكن المنطق يقول أن يمر الهلال الآن وأن يؤكد الانتصار هنا على دي اف سي، لكن بأقل خسائر، خاصة يتفادى كل لاعب البطاقات الصفراء والإصابات التي أحيانا طبعا تكون مفروضة. نتمنى أن يؤكد الهلال انتصاره، أن يتفوق بنسبة كبيرة من الأهداف، وأن يحتفظ بكامل قوة ونجومه للمرحلة القادمة. كرة أمامية بالرأس ملعوبة مباشرة، انطلاق عن طريق تري، يلعب الكرة عالية، محاولة بالرأس مقطوعة، كرة ملعوبة تتحول وانطلاقة تعود مقطوعة من جانب بيشا، إرسال كرة للأمام والمحاولات مقطوعة من جانب قام أتزوكا، يلعب الكرة أمامية، محاولة بالرأس تتحول لمهند الطاهر، ينقل كرة
التحول في وسط الملعب عن طريق عمر بخيت. عمر كرة مع متابعة من جازيت والبقية تعود مقطوعة من جديد. دي اف سي لتراجع للخلف ومحاولة والتدخل ممتاز. مساوي حول الكرة اليوم مع الهلال، غدا مع المريخ، وبعد غدا مع الأمل وأهل شندي. منهاتنا بالتوفيق. الانطلاق، محاولة والانطلاقة والكرة، والكرة ملعوبة تتحول الآن، تعود عن طريق أندوالي الإمام موسى. كرة وسط الملعب والانطلاق للأمام، تعود لغونجي. كرة مرت وتحولت لرمية تماس، تحولت لرمية تماس لمصلحة الهلال. كاريكا يلعب الكرة، محاولة للانطلاق، محاولات من جانب دي اف سي. يحاول الفريق طبعا كما قلت يلعب خلاص، يعني هو فريق خسر بثلاثة أهداف في أرض وسط جماهيره، بالتالي سيلعب محاولا مجتهدا متحللا من الضغط في هذه المباراة ليقدم ما عنده. كرة ملعوبة، تحول الآن والانطلاقة من هناك لإبراهيم توري. المحاولة للمرور من جانب توري، يلعب الكرة للخلف هلالية، تحول على الجهة اليمنى. تكون محاولات بهذه الصورة وبهذا الشكل. فريق طبعا دي اف سي واضح انه يتراجع، يعتمد على مرتدة، هو يريد لا يستقبل اولا اهداف. المرور من جانب مهند الطاهر، حول الكرة لكن التمريرة مقطوعة من جانب قام، والانطلاق من جانب قام على الجهة اليسرى. كرة ملعوبة لمصلحة دي اف سي. المحاولات مستمرة في وسط الملعب القتالية. ربما الحدث الأبرز البطاقة الصفراء لسيف فسار، وكما قلنا البطاقات الصفراء الأخطر على اللاعبين، الإيقاف المباريات القادمة. في مرحلة قادمة، لماذا نفكر في مباراة قادمة؟ أقول بكل صراحة في نتيجة المباراة. كاريكا هو النجم، هو الفنان، هو الملحن، هو الموسيقى، هو القناص، هو اللاعب الذي يفك الشفرات ويحل العقد، وها هو يعود يسجل لثاني مرة في شباك دي اف سي كما فعلها في بانجي. يعود كاريكا ويشعلها في ملعب استاد الهلال، يعود هنا يسجل الهدف الهلالي الأول في هذه المباراة من لاعب كبير قناص نجم اسمه كاريكا. انطلاقة من جانب كاريكا، شوف أخذ كونجي ووضع الكرة داخل الشباك بكل أريحية. إذن الهدف الأول في السيناريو الأول في الحكاية الأولى. ذكرت لاعب، هو لاعب رسالي، لاعب سفير، لاعب دائما يتفاعل مع القضايا. شاهدنا كاريكا مع كل الأحداث في كل مباريات يتفاعل على طريقته الخاصة. هنا صافرة وخطأ لمصلحة فريق الهلال لمدسر كاريكا. تفاعل وأيضا الأسماء وأيضا التاريخ كل تأكيد سيسجل وسيحفظ. نجم المريخ السابق ونجم المنتخب الوطني القانون بورعي أحمد البشير، صلى الله له الرحمة والمغفرة، لغادر في هذا اليوم.
دائما هناك أسماء تبقى، أسماء تظل في الوجدان لما تقدمه، وأمنياتنا دائما أن يتواصل المد مع الأجيال، تتواصل الذكريات الطيبة مع الأجيال لتقديم الأفضل دائما وتقديم دائما الأجمل في عالم كرة القدم. صراحة اليوم هذه المباراة، مباراة الهلال، لوضع سيناريو مثالي لمباراة فيتا كلوب. لماذا نقول فيتا كلوب؟ لأنه الأقرب نتيجة سابقة كانت تعادل مع جمعية أولمبي شلاف في الجزائر، هو إذن الأقرب لمواجهة الهلال، فريق منظم، فريق جيد، وبالتالي هذه المباراة من ناحية الجماهير تفكر في الأداء، في العرض، في الأهداف، ونتمنى طبعا يحافظ فريق الهلال على قوته، ألا يفقد كما هددت الآن البطاقة وربما الإيقاف لسيف مساوي في المباراة القادمة، لكن نتمنى دائما أن نشاهد فرقنا دائما في المقدمة وللأمام إن شاء الله. كرة في وسط الملعب، ملعوبة، تحول، مقطوعة من جانب، فونغولو يعود لأتزوكا، رابع مواجهة لأندية السودانية مع فرق من إفريقيا الوسطى. كاريكا على الصورة، صاحب الهدف، عنده هدفين الآن، يتساوى مع إيميلسون هداف بشوم تشيلسي بهدفين في صدارة الهدافين طبعا مع بداية المشوار. الآن كاريكا عنده هدفين، إيميلسون هدفين في صدارة قائمة الهدافين في دوري. لحارس المرمى المعز محجوب، إرسال كرة أمامية من جانب معز وبالرأس ترجع لدفاع دي اف سي، ملعوبة للأمام والعودة لحارس المرمى معز محجوب. مباراة من الناحية العملية، الهلال يريد أن يقدم الأداء، يلعب استعدادا للقادم. كرة ملعوبة مع سادومبا، المرور من جانب إدوار سادومبا، محاولة تقدم للأمام سادومبا، العودة، كرة ما زالت مع سادومبا. بيشا، سيف مساوي، تمريرات من جانب فريق الهلال، نقلات وتسديد من بعيد، كرة من مسافة بعيدة لكن مرت وتحولت مباشرة لضربة مرمى لمصلحة دي اف سي افريقيا الوسطى. محاولة من عبد اللطيف سعيد، بوي سدد بالقدم اليسرى، كرة مرت وتحولت لضربة مرمى. جونجي، ارسال كرة امامية من جانب حارس المرمى جونجي بالراس، عمر بخيت، العودة لباري ديمبا، منقولة لسيف مساوي، بالرأس تمر الكرة، ترجع من جديد، محاولات في وسط الملعب من جانب بنغولي، التقدم للأمام لكن الكرة مرت وتحولت لرامية التماس، رامية التماس لمصلحة أتزوكا. تماس يعود هلالي مع بيشا، بيشا يلعب في الجهة اليمنى، وحمد كمال المدرب العام نجم الهلالي السابق، ارسال كرة للامام باتجاه سادومبا وكاريكا لكن مقطوعة من جانب قام قام، ترجع لمهند الطاهر، محاولة ومهند موجود في ارضية الملعب، التقدم من جانب اللاعب بونغولي، يحول الكرة على الجهة اليمنى وما زالت الكرة، التقدم للأمام في محاولة في منتهى الخطورة لمصلحة دي اف سي، وبيشا حول الكرة لضربة ركنية. مهند الطاهر سلامات موجود على أرضية الملعب، نتمنى أن يتفادى فريق الهلال في هذه المباراة الإصابات، نتمنى أيضا يتفادى البطاقات، وباعتبار البطاقة الصفراء الثانية اللي حدثت في هذه المباراة لسيف مساوي المباراة السابقة بطاقة، وهذه المباراة أيضا بطاقة صفراء، تمنى تفادى فريق الهلال الإصابات في الرحلة رقم 140 في مباريات الهلال
في التنافس الإفريقي، بداية اللي كانت طويلة في عام 66، هلال اللي وصل النهائي في 87-92، هلال اللي كان في نصف النهائي 4 مرات في هذه البطولة، وكان أيضا في ربع النهائي 4 مرات في هذه البطولة، كان 8 مرات في دور 16. إذن تاريخ كبير بالنسبة لفريق الهلال مع هذه البطولة. نتمنى أن يتوج بالهدف بالحلم المنشود للوصول والتتويج طبعا ببطولة للوطن للسودان، بالتوفيق أيضا للأحمر، بالتوفيق لكل الأندية، للأمل ولأهل الشندي. طبعا تكون هذه المشاركة استثنائية وجميلة وكبيرة ونشاهد فيها الأندية في المقدمة. كاريكا الآن يلعب لسادومبا، تعود الكرة لمدسر كاريكا، محاولة وهنالك يعني تدخلات وأداء لابد أن يكون في حسم الجانب الحكم المغربي في هذه المباراة. الحراس بوشاب على أساس أنه هذا التدخل، هذه الإصابات، هذه الصافرات من الجماهير الهلالية واضحة تماما، واضحة الوجهة والهدف بالنسبة لهذا الحكم أنه إيقاف اللعب العنيف والزايد من قبل لاعبي دي أف سي. مهم الاستفادة من هذه المباراة فيما تبقى، لا نتحدث على مستوى النتيجة، لا نتحدث عن مستوى الاحتمالات، نريد الأداء الفني الطيب من جانب فريق الهلال، الاستفادة الفنية وأيضا المحافظة للمضي قدما في المشوار القادم. مشوار بكل تأكيد سيكون مختلف، سيكون أصعب مع كل مرحلة في هذه البطولة دوري أبطال إفريقيا. إذن على الدين يوسف أو مهند الطاهر، كرة ملعوبة من جانب مهند، اصطدمت، تعود لكاريكا، يا ولد يا معلم، يا ولد يا معلم، يا ولد يا فنان، يا ولد يا جميل يا مدثر كاريكا، كاريكا القناص، كاريكا مرعب الحراس في هذه المباراة بهدف تخصصي، الهدف الثالث في دي اف سي، الهدف الثالث. كاريكا يفكر في لقب الهداف لدوري أبطال إفريقيا من هذه المباراة. شوف اللمسة، شوف الهدف. الآن كاريكا بثلاث أهداف يتصدر قائمة الهدافين في دوري الأبطال، ويتقدم ويبلسون لاعب شوم تشيلسي اللي فكر مفاجأة وهزم الرجاء ب5 أهداف. إذن كاريكا والهلال متفوق بهدفين، توقع الجميع أنه من خلال 3 أهداف في بنجي أن تكون هذه المباراة مباراة المهرجانات. عموما حتى الآن فيها هدفين لمصلحة الهلال عن طريق كاريكا، عنده هدف سابق في بنجي، 3 لكاريكا، المجموع 5 أهداف للهلال. لابد أن يلعب، لابد أن يسجل، وبكل تأكيد كل مباراة لها ظروف مختلفة، وهذا المدرب محتار، محتار فونغوا طبعا قناعات داخلية، ربما هو الآن لا يفكر بمسألة التأهل أو مسألة العودة أو مسألة الأهداف أو مسألة الخروج، هذا أمر واقع من خلال هذه المباراة والمباراة السابقة. ربما التفكير كيف يمكن أن يستجمع القوى، كيف يمكن أن يظهر بشكل جيد، كيف يمكن أن يقدم مباراة طيبة، كيف يمكن أن يتفادى نتيجة ثقيلة تكون قياسية من جانب فريق الهلال. عموما نحن نتمنى أن نشاهد المتعة والإثارة، يستمتع مشاهد الشروق في كل مكان بالأهداف، وستتواصل إن شاء الله الرحلة عبر مباراة إن شاء الله المريخ بلاتينيوم غدا عبر الشروق، أيضا الأمل هوانجي بعد غد عبر الشروق. إن شاء الله بالتوفيق للأندية، بالتوفيق لكل ممثل لهذا الوطن. كاريكا صدقني ممكن تكون الهداف من هذه المباراة. كرة ملعوبة تتحول على الجهة اليمنى، منقولة
أتزوكا وسط الملعب الآن، بوتاري يرسل كرة الأمام، بوتاري التحول لمعز محجوب والتبديل قادم هلالي عن طريق فالنتاين نوبل لاعب نيجيري. ارسال كرة أمامية، كاريكا تدخل الآن، أتزوكا يرسل كرة أمامية، أتزوكا للإمام موسى، انطلاقة من جانب الإمام موسى وممتاز سيف، ممتاز سيف، عاتبناك في اللقطة الماضية يا سيف مساوي فقط للبطاقة الصفراء، لكن الآن العودة وفالنتاين نوبلو ينزل بديلا لعبد اللطيف سعيد بوي والإصابة، الإصابة. عموما كرة عالية راسية تمر من جانب مازيكي، كرة مرت وتحولت. إذا تبديل أول في الفرقة الهلالية، خروج عبد اللطيف سعيد بوي مصاب ونزول فالنتاين نوبلو النيجيري، كرة ملعوبة من جانب مهند الطاهر وسط الملعب لكن مقطوعة من جانب ديس بولونغو، المحاولة المرور وصافرة الحراس، مخالفة لمصلحة فريق الهلال، كرة ملعوبة في وسط الملعب، التحول مباشرة، تعود الكرة لفالنتاين يلعب مع باري ديمبا وعمر بخيت، نقلات من جانب فريق الهلال، التحول الآن على الجهة اليسرى لكن مرت من فالنتاين وتحولت ل رمية تماس لدي اف سي، محاولة للانطلاق والتقدم للأمام، تعود الكرة عن طريق بنغولي، العودة من جانب علاء الدين يوسف لحارس المرمى مباشرة معز محجوب، معز مع الكرة، مهند الطاهر في وسط الملعب، محاولات الكرة الآن على الجهة اليمنى وكرة منقولة لكن التدخل من جانب بوتاري، خلص الكرة بوتاري، تحول على الجهة اليسرى عن طريق لمام موسى، موسى يلعب لأتزوكا، محاولات من جانب دي اف سي لكن الكرة اصطدمت وتحولت مباشرة لرمية تمس، تعود الكرة لمام موسى، محاولة للتقدم، المرور من جانب مازيكا، سدد كرة أمامية وحارس المرمى المعز محجوب، المعز محجوب، كرة ملعوبة مباشرة من جانب معز، يلعب كرة أمامية، سادومبا يحاول، الكرة حائرة تتحول الآن للمدافع أندوالي على الجهة اليمنى، وجد الهلال المساندة الكبيرة في بانجي من الجالية السودانية من العشاق هناك من كل أبناء الوطن بكل الألوان بكل الطيف، والأخبار تتواتر أنه حتى الجالية السودانية تتابع طبعا هذه المباراة في شكل تجمعات خارج الوطن مساندة لممثل الوطن، لهم التحية والتحية لكل المحبين لكل المتابعين لكل العاشقين للأندية الوفيين دائما يتابعوا ويحرصوا على المساندة إن كانوا داخل الوطن والمتابعة إن كانوا خارج الوطن. محاولة الآن، الكرة مقطوعة تتحول على الجهة اليمنى لبوتاري لاعب كرة أمامية للإمام موسى، محاول الإمام موسى على الجهة اليسرى في بعض المساحات لكن الكرة مقطوعة، ترجع من جديد دي سي بنغولو ولكن سدد كرة من بعيد، مرت وتحولت مباشرة لضربة مرمى لمصلحة فريق الهلال. التبديل قادم، لاعب بونجي، هنا التسديدة اللي اصطدمت بالفعل وتحولت مباشرة، مونغوا إذا يغادر، مونغوا يغادر التشكيل،
لاعب ألوسيندا ينزل تبديل أول في صفوف نادي دي اف سي. هلال أجرى أيضا التبديل بتغيير الاضطراري. سلامات، تتمنى السلامة لكل لعيبة. وعلى الدين يوسف في هذه اللقطة، ظاهرة صراحة الإصابات أصبحت كثيرة جدا وأصبحت مخيفة، غيابات لعدد كبير من اللاعبين، إصابات تشمل جميع طبعا الأندية، خاصة أنه أنت تلعب في منافسة دوري أبطال إفريقيا، تريد التزود، تريد بكل تأكيد كل الطاقة الكاملة. وهنا الكرة ملعوبة، ضربة ركنية لدي اف سي عالية تخلصت بالرأس. استعداد الجيد، أم هو الإرهاق، أم هو التواصل بالنسبة للاعب السوداني اللي شارك في العديد في البطولات مع المنتخب ومع الأندية. بعض اللاعبين، بعض الأسماء ظلت دائما في مشاركة دائمة. ربما هنا كرة لسادومبا، ولكن أيضا كونجي كان قريب، خلص الكرة ملعوبة لأتزوكا. تحول الآن عن طريق على دين يوسف، العودة لمهند الطاهر وسادومبا، لكن الراية تصطاد الزيمبابوي إدوارد سادومبا في هذه اللحظة. طاقم التحكيم مغربي ومراقب المباراة من مصر. أتزوكا يشكو الإصابة، يعني تلاحظ أحيانا الاندفاع موجود من عناصر دي اف سي في محاولة الدخول، محاولة أيضا استخلاص الكرات. هذا يسبب الإصابات والإصابات المعاكسة. عموما رمية تماس، رمية تماس لمصلحة فريق الهلال. بيشا مع على الدين يوسف، المرور من جانب بيشا، كرة ملعوبة لفالنتاين. فالنتاين تمرير أقصى الجهة اليسرى، التقدم وسط الملعب، كاريكا يلعب الكرة لبيشا لكن ضاعت أيضا. التدخل من جانب جايد لإرس الكرة أمامية لإمام موسى قائد دي اف سي. سال كرة للأمام مقطوعة من جديد، تدخل من جانب قام قام وسط الملعب، كرة منقولة لعلاء الدين يوسف. الآن الانطلاق والاندفاع من جانب مدسر كاريكا، هي كرة لإدوارد سادومبا لكن مرت الكرة ومقطوعة، رجعت لمصلحة فريق دي اف سي. مهند الطاهر، كرة ملعوبة لإبراهيم توري، بيشا يحاول، بيشا كرة مقطوعة من جانب بوتاري، التقدم من جانب بوتاري، يرسل كرة على الجهة اليسرى في منتهى الخطورة، انطلاقة سريعة لدي اف سي، والتسديدة، التسديدة مرت. أكثر الهجمات، أكثر الطلعات، أكثر المحاولات كانت على الجهة اليسرى، كانت على الجهة اليسرى وخلف اللاعب محمد أحمد بشير. بيشا ربما طبعا بيشا يلعب في هذا المركز. الآن كرة ملعوبة لمصلحة فريق الهلال، تعود على وجودك في خانة محدد. الحديث ربما يكون أكثر من كابتن رشيد، كابتن فوزي في الاستوديو التحليلي. كرة ملعوبة الآن تتحول من بوتاري، إرسال كرة أمامية من جانب بوتاري لكن تحولت لرامية تماس. الهلال متفوق بهدفين في هذه المباراة عبر الشوط الأول، عنوان البارز، اقترب من النهاية، ضاف دقيقتين حكم المباراة على الوقت الأصلي للشوط الأول. إرسال الكرة أمامية عن طريق مدسر كاريكا، حول الكرة لإدوارد سادومبا، سادومبا يحاول ولكن أيضا خطأ محتسب ضد إدوارد سادومبا. بوتاري يرسل كرة أمامية والانطلاقة للأمام، محاولة للمرور والتقدم، كرة بتتمرر للإمام موسى، يحاول لاعب اللي يحاول المراوغة، تمرر الكرة أمامية، أزالت المحاولات من جانب فريق دي اف سي للمراوغة، أيضا يجد المساندة من الجالية
من افريقيا الوسطى الموجوده في استاد الهلال تشجع وبالاعلام تحضر للدراسه للتجاره لاعمال مختلفه. عموما هو التواصل الموجود في عالم كره القدم والالتفاف حول انديه الوطن في كل مكان. كره ملعوبه الان لبوتاري، التقدم على الجهه اليسرى، محاوله انه يلعب للامام موسى لكن الكره مرت وتحولت مباشره لرامي التماس. رامي التماس مع ادزوكا مدافع الايسر، ادزوكا كره ملعوبه مقطوعه من جانب على دين يوسف، التمريره لادوارد سادومبا لكن ايضا قام خلص الكره، الكره كانت مقطوعه وسهله قريبه لقام قام، سال الكره وبدايه هجمه على الجهه اليمنى، عمر بخيت محاوله ضغط ولكن هنالك مخالفه محتسبه لمصلحه عمر بخيت من حكم المباراه المغربي. هنا المحاوله والدفع على عمر بخيت من اللاعب مازيكي. معز محجوب، تمرير باتجاه عمر بخيت منقوله على الجهه اليسرى، فالنتاين ارسال كره اماميه من جانب فالنتاين ولكن صافره الحراس مشاب. حكم مباراه الهلال ودي اف سي انتهاء الشوط الاول بتفوق فريق الهلال بهدفين عن طريق الخناس كاريكا. بالتاكيد لنا عوده ان شاء الله عبر شوط اللعب الثاني. الى ذلك الحين اترك الكلمه لزملائي الاعزاء في استديو تحليلي كابتن رشيد المهدية، كابتن فوزي تعاشى، الكلمه معك. القادمة ربما تكون في الكونغو الديمقراطية عن طريق فيتا كلوب مع الهلال، وربما مازيمبي مع المريخ لنتائج الجولة الأولى اللي كانت إيجابية لهذه الفرق. كرة عالية ملعوبة لمصلحة فريق الهلال، تحول مباشرة لإبراهيم التوري، سدد كرة لكن مرت وتحولت لضربة مرمى تابعة من جانب بكري المدينة. هنا المحاولة الهلالية تسديد ولكن كرة مرت وتحولت مباشرة لمصلحة كونجي كارزيتو في حوار خالد بخيت حمد كمال. المشوار طويل والمشوار سيكون حافل بكل أشكال وأنواع المواجهات على اعتبار الفرق القوية والأسماء القوية الموجودة في هذه البطولة في دوري أبطال إفريقيا. نريد التتويج، نريد بطولة لهذا الوطن، بطولة لهذا البلد لنحذو حذو الأشقاء والأصدقاء والدول اللي كتبت الاسم بأحرف من نور ونالت البطولات الشقيقة. مصر 12 بطولة، المغرب 5 بطولات، تونس 4 بطولات، الجزائر 4 بطولات، الكاميرون 4 بطولات، وهذه كرة هلالية. سادومبا خلص، جول هلالي، هدف ثالث هلالي عن طريق القناص ادوارد سادومبا، يؤكد الثلاثية، يؤكد الانتصار، يؤكد الاهداف الهلالية في مرمى دي من افريقيا الوسطى. هنا الكرة ملعوبة والانطلاقة الممتازة من جانب ابراهيم توري، هيا كرة على طبق من ذهب، على طبق من ذهب لسادومبا، وسادومبا بإبداعه بإمتاعه بإحساس الهداف وضع الكرة في مرمى كونتي، ثالث اهداف المباراة. نتيجة بانجي تتكرر، لذلك قلت لكم في بداية هذه المباراة لا نقلق من النتيجة ولا نتوقع شيء كثير من دي اف سي بعد الهزيمة في ارضه ووسط جماهيره. نعتبر ان الهلال مر للمرحلة القادمة وانه انتصر من بانجي وليس من ملعبه، وهنا التأكيد فقط إكمال المشوار، إكمال المسألة، إنهاء القضية هنا في ملعب استاد الهلال، والبحث عن أهداف وعن مهرجان أهداف وعن معاودة أرقام قياسية. سادومبا يحاول لكن قام في الموعد قطع الكرة. التحول الآن لمصلحة أليديسو لاعب دي اف سي، كرة منقولة على الجهة اليمنى لكن عودة عمر بخيت، ما زالت الكرة مع الإمام موسى، سدد الكرة الإمام ولكن الكرة بعيدة وبعيدة جدا، مرت الكرة وأعضاء طبعا وجانب كما ذكرت أنا في الجالية وفي أيضا
جانب من بحث بلاتينيوم، الجانب الإداري، البحث الإداري عموما، يحضرون في ملعب استاد الهلال لقاء غدا قادم هام. إبراهيم توري غادر وبكري المدينة نزل لمواصلة المشوار مع الرفاق هنا غدا، مباراة هامة للمريخ، مباراة أيضا عبور ضد البلاتينيوم منقولة أيضا عبر قناة الشروق. نتمنى دائما أن نتواصل معكم، ونتمنى دائما أن أكون معكم داخل وخارج الوطن إن شاء الله، ربطا للمشاهد الرياضي والقاعدة الرياضية الكبيرة التي تهتم وتتابع وترصد وتتمنى لأنديتنا دائما التوفيق. أمنياتنا بالتوفيق للمريخ غدا، للأمل لنمور شندي بعد غد، وإن شاء الله المرحلة القادمة تكون مواجهات أيضا طيبة جميلة رائعة لأنديتنا السودانية. فالنتاين نوبلو حول الكرة على الجهة اليمنى، الانطلاق من جانب بكري المدينة، بكري يلعب الكرة ولكن الرأسية من قام قام، من قام قام تحولت لبوتاري، كرة ملعوبة في وسط الملعب لبونغولو، ولكن الكرة اللي كانت مقطوعة والخطأ لمصلحة تي اف سي. نادي الدبلوماسيين في محاولة للتقدم للأمام، يبحث ربما عن الهدف الشرفي، يبحث ربما عن تذكار يضع في هذه المباراة بعد أن تباعدت المسافة خلاص وابتعد الهلال بعيدا ليعلن نفسه كأول المتاهلين. مباريات أيضا مستمرة، ومباريات أيضا قادمة، ومباريات أيضا هامة في دوري الأبطال. تمنى لكم دائما المشاهدة الطيبة. كرة ملعوبة، تحول وسط الملعب لعلاء الدين يوسف على الجهة اليمنى الهلالية بش، والانطلاق عن طريق بكري، هيا الكرة من المقابل والكرة مرة تحولت مقطوعة، تحولت مقطوعة للدي اف سي، محاولات للانطلاق في وسط الملعب، بونغولي لاعب كرة على الجهة اليسرى لمازيكو، هيا كرة مازيكو للمام موسى، ولكن أقرب للمعز محمود، أقرب للمعز اللي أبعد الكرة، حول لمهند الطاهر مباشرة، محاولة الانطلاق والتقدم للأمام لكن كرة ترجع من جديد، التحول مع المعز محجوب، ديم باباري قراءات عبر هذه المباراة للقادم، والقادم نتمناها أحلى وأجمل. مباراة الهلالية الثانية في هذا الموسم إفريقيا، بداية المشوار كانت من بانجي، بدأت فرقنا من مرحلة 32 أعفيت طبعا من التمهيدي، ودائما كلما كانت النتيجة طيبة وكلما كانت المشاركات جميلة وجيدة تتقدم أنديتنا في التصنيف وتحصل على النقاط، وبالتالي يمنحها أفضلية دائمة. كما ذكرنا دي اف سي هو النادي الرابع الذي يأتي للسودان، مواجهة قبل ذلك فاتيما مع المريخ، يوباك مع أهلي مدني، تومبي مكابي مع مريخ الأبيض، الآن النادي الرابع، تفوقنا في مناسبتين عن طريق المريخ وأهلي مدني، والآن الثالثة أيضا ثابتة على أندية إفريقيا الوسطى. تلمس الخطى هذه الدولة الإفريقية في أن تشارك في خريطة كرة القدم الإفريقية عبر الأندية وعبر المنتخب، لا تملك طبعا تاريخ كبير ولكن لكل مجتهد نصيب. الآن كرة ملعوبة ومحاولة مقطوعة من جانب سيف مساوي، الانطلاق على الجهة اليسرى وكرة ملعوبة لسادومبا، لكن الكرة الآن تحولت، مهند الطاهر التدخل مباشرة والكرة تحولت لرمي التماس، مهند الطاهر في مراوغة لكن مقطوعة من إيتسون، تحولت من جديد دي اف سي، ارسال كرة امامية لكن التغطية والمتابعة من جانب باري ديمبا
العودة مباشرة لحارس المرمى المعز محجوب، نقلات وتمريرات وأداء يجب أن يكون بكل أريحية طبعا بعد أن تفوق الفريق بالنتيجة وانتصر وتقدم. كرة مر كونجي حارس المرمى لكاريكا، هياها لمهند، يلعب الكرة لكاريكا الهداف حتى الآن، محاولة لتبادل الكرة لكن الكرة مقطوعة، والتدخل من جانب تيس بونغولو ترجع في وسط الملعب عن طريق جايد، لكن باري ديمبا في تدخل، ترجع الكرة لفالنتاين، فالنتاين لمسات ترجع لباري ديمبا، إرسال الكرة أمامية ومحاولة للتقدم والانطلاق الأمام، كرة ملعوبة أمامية، مازيكو حاول التقدم فريق دي اف سي لكن المتابعة موجودة، متابعة الدفاعية والتخليص، كرة أمامية لبكري المدينة، المحاولة عمر بخيت يلعب كرة عمر، والانطلاق الآن عن طريق بشة، يا سلام مرور لكن الكرة طالت، والتدخل والكرة مقطوعة لتتحول سريعة لدي اف سي، يضع الكرة بكل خطورة على يمين المرمى في منتهى الخطورة، اللقطة الماضية والكرة الماضية لمصلحة دي اف سي، شوف الانطلاق وشوف التقدم، حاول وكرة ملعوبة ذكية لكن أيضا مرت وتحولت مباشرة، لم يتماس تماس لدي اف سي، ترجع الكرة منقولة جانب بوتاري لكن تخلصت هلالية، منقولة للأمام والتحول في وسط الملعب، ترجع الكرة لدي اف سي، يحاول التقدم كما ذكرت، البحث عن هدف في هذا اللقاء، انطلاق الآن لتسلل تمريرة، هنا التسلل في التمريرة الثانية كان على الإمام موسى والكرة مرت منه وتحولت لمصلحة فريق الهلال، ضربة حرة غير مباشرة، هنا الانطلاق، هنا اللمسة اللي فيها التسلل الثاني بعد أن تقدم، بعد أن حاول لاعب دي اف سي الإمام موسى، معز محجوب إرسال كرة للأمام رأسية ترجع لمصلحة فريق الهلال، سادومبا كرة ملعوبة لباري ديمبا، باري ديمبا إرسال كرة لكن مقطوعة من جانب أتزوكا، وسط الملعب كرات منقولة للأمام لكن باري ديمبا في كرة المقطوعة، وسط الملعب شوف التمريرات المحاولات لكن كرة مقطوعة من جانب فريق الهلال، إرسال كرة للأمام تعود من جديد الرأسية لنوبلو، يعود لحارس المرمى المعز محجوب، مواجهات تنطلق وتستمر وتبدأ طبعا من اليوم، مواجهات كرة مقطوعة لدي اف سي، محاولة كرة مقولة للأمام لكن أقرب لحارس المرمى المعز محجوب، مباريات اليوم أيضا الترجي التونسي واجه بريكاما غامبيا، أيضا فريق النجم الرياضي الساحلي التونسي يواجه الجيش أرواندي، مواجهات تستمر، مواجهات قوية ومواجهات أيضا تأتي بأندية مرشحة للوصول للأدوار القادمة، هنا كرة ملعوبة أمام سادومبا، الحصار العودة للخلف وكرة ملعوبة مرت تحولت مباشرة لرمية التماس، عمر بخيت يلعب كرة ومنقولة هلالية، العودة للخلف لمعز محجوب، رأسية مقطوعة في وسط الملعب، محاولات طبعا اعتبار انه الفريق يلعب بتوازن، يلعب باقل مجهود، يلعب باريحيه على اعتبار انه
متفوق. بكري وسط الملعب لعلاء الدين يوسف، الكرة والتمريرة تمر تتحول مباشرة لرامي التماس، ملعوبة سريعة رامي التماس وتحول من جانب سيف مساوي، يلعب الكرة يعيد الكرة لحارس المرمى المعز محجوب لباري ديمبا. يعني أصبح الأداء بهذا الشكل بهذه الصورة ربما لحسابات النتيجة، لحسابات للواقعية اللي أصبحت في المباراة. الفريق الهلال مر تلقائيا بهذه النتيجة بهذا الانتصار، 6 أهداف في مجموع المباراتين. لكن تسمعون لصافرات الاستهجان، هذه الجماهير دائما تريد الأداء وتريد الأهداف وتريد المرور للأمام، لها حسابات خاصة، حسابات التشجيع، حسابات الحب للنادي، دائما في التمني بالأفضل والأجمل. الآن كرة منقولة وملعوبة لدي اف سي، محاولة يلعب كرة تعود للخلف حارس المرمى المعز محجوب. شوف تمريرات ونقلات ويعني نقلات هلالية للاعبي الفريق. الكرة مرت من فالنتاين وتحولت لرامي التماس. الانطلاقة من مدثر كاريكا، لكن الكرة مرت وتحولت مباشرة لرامي التماس، وغارزيتو غير راضي بعد التفوق بعد التقدم، يريد طبعا تصحيح الأخطاء، يستعد للقادم والقادم كما واضح في الطريق وذكرناه. الآن انطلاقة سريعة لدي اف سي، أصبح قريب من التسجيل هذا الفريق، تقدم للأمام في تساهل في خط الدفاع ربما وفي ثقرات، ولكن التقدم الآن للأمام والانطلاقة السريعة والمشوار الممتاز من بكري المدينة، يتقدم يحيي كورة سادومبا. يا إدوارد سادومبا، يا سادومبا، الهدف الثالث كان سيكون في هذا المشوار لسادومبا في دوري الأبطال، ويتساوى مع كاريكا في صدارة الهدافين، لكن الكرة مرت وضاعت، كرة ما بتضيع أمام إدوارد سادومبا داخل منطقة الجزاء الهلالية. هنا المحاولة وأيضا الاستلام، مجهود كان كبير من بكري المدينة، انطلق على الجهة اليمنى، مرة من 1-2، هيأ الكرة لإدوارد سادومبا. بالرأس ملعوبة وسط الملعب، كرة هلالية عن طريق مهند الطاهر، يلعب لإدوارد سادومبا، بحث عن زميل من جانب سادومبا، بيلعب كرة للخلف هلالية لكن مقطوعة أيضا من جانب دي اف سي عن طريق بوتاري. الانطلاق للأمام لإمام موسى والتحول على الجهة اليسرى من أتزوكا، لكن مقطوعة الكرة من باري ديمبا، وهنا المراوغة الجميلة من جانب بيشا الموجود في الجهة اليمنى، والمحاولات دائما في غياب طبعا يوسف محمد اللي كان يلعب على الجهة اليمنى الهلالية، أيضا معتز رابح الموجود مع الأسماء البدلاء، هو يلعب أيضا على الأطراف. كرة ملعوبة الآن أمامية لسادومبا، يراوغ سادومبا ويتحصل مباشرة على الخطأ على ركلة الجزاء. كونجي ماذا تريد بالكرة يا كونجي؟ الصافرة حسمت الموضوع وحسمت الحكاية، وهل يكون سادومبا ب3 أهداف أم يكون كاريكا ب4 أهداف؟ وهنا المحاولة ومهند الطاهر في حوار مع سادومبا، سادومبا يصر على التنفيذ ويتقدم. هنا الكرة من إدوارد سادومبا والتدخل من جانب كونجي، أتت صافرة حكم اللقاء مباشرة لتعلن ضربة الجزاء الهلالية، وسادومبا يتصدى لركلة الجزاء، يحاول طبعا أن يرفع النسبة من الأهداف، الهدف الرابع
الهلالي قريب من مرمى هذا الحارس كونجي. على التنفيذ سيكون ادوارد سادومبا الزيمبابوي. سادومبا يتقدم ويضع الكرة في المرمى. هدف هلالي رابع، هدف هلالي رابع وهدف ثالث لسادومبا في مشوار دولي أبطال إفريقيا لهذا الموسم. يضع سادومبا وكاريكا في صدارة الهدافين في المقدمة بثلاث أهداف لكل لاعب في المشوار، في مشوار دوري الأبطال. يتقدم على إيمان ويلسون لاعب تشيلسي بهدفين، أيضا اللاعب شينيابا سجل أيضا هدفين. وهنا ارتفاع حصيلة أهداف الهلالية ليصل الهلال للهدف رقم 4 في هذه المباراة ضد فريق الدبلوماسيين فريق دي اف سي. في وضعية طبعا لا يحصد عليها الفريق الآخر فريق دي اف سي، محاولة للتقدم يلعب الكرة لكن مقطوعة من جانب بشا، الانطلاق للأمام باتجاه سادومبا الباحث عن لقب الهداف والباحث عن هداف دوري الأبطال كما كان في الموسم الماضي بسبع أهداف. نتذكر سادومبا والمحاولات، لذلك إصراره على تنفيذ ركلة الجزاء. ونزار حامد قادم في التشكيلة الهلالية، قادم في وسط الملعب الهلالي البديل على الدين. نعم على الدين يوسف سيغادر ونزار حامد سينزل. لاعب الأمل العبراوي السابق انتقل للهلال في هذا الموسم. نزار حامد اقتحم التشكيلة الهلالية، اقتحم أيضا تشكيلة المنتخب الوطني، شارك مع صقور الجديان في المكان الأخير، قدم مردود طيب نزار حامد. إذن مخالفة هلال من الجهة اليمنى للهلال اليسرى، وثلاث لاعبين كأريكا وبكري ومهند، والمحاولة ملعوبة والرأسية جول. سيف مساوي، سيف الدين علي إدريس فرح، سيف مساوي يضع الهدف الخامس والاحتفالية مع بشا على الطريقة الخاصة، والجماهير مبسوطة وسعيدة في ملعب استاد الهلال. وهنا رأسيات سيف مساوي أشبه برأسية الثروة. سيف مساوي يسجل عادة بالرأس الذهبية من مواقع مختلفة، يرفع الحساب، يزيد المسألة 5 أهداف، نتيجة تظهر أيضا لثاني مرة في هذا الموسم لدوري أبطال إفريقيا بعد مفاجأة بشوم تشيلسي الغاني اللي فاجأ الرجاء، رجاء التاريخ بخماسية. الجماهير مبسوطة بكل تأكيد. نتيجة كانت متوقعة من خلال الحسابات، من خلال القراءات للمباراة السابقة، هذه النتيجة تعتبر النتيجة المتوقعة أنه فريق الهلال ينتصر ويتفوق وبنسبة كبيرة من الأهداف. فالنتاي ملعوبة مباشرة لعمر بخيت، إرسال كرة أمامية على الجهة اليسرى من جانب مهند الطاهر. اللمسات والتمريرات والنقلات، لكن تعود الكرة مقطوعة ووسط الملعب. الآن تواصل إن شاء الله يستمر، الانتصارات تستمر اليوم البلاد بالأزرق سادومبا، وغدا أيضا بالأحمر، ومع الكونفدرالية أيضا مع النمور ومع الفهود في تواصل. نتمنى فيه التطور، نتمنى فيه أيضا الازدهار في إطار أيضا التواصل والدعم و
الحملة الموجودة من قبل اللجنة الإعلامية للمدينة الرياضية، دائما مناشدة لكل الجماهير، لكل المحبين، لكل العاشقين، المساهمة في تشييد الصرح الرياضي الأهم والأكبر في البلاد بتحويل الرصيد ل 79-01. كرة على الجهة اليمنى والتحول لمدسر كاريكا، أبعد الكرة وكاريكا بثلاث أهداف عبر هذا المشوار، يرفع أيضا الرصيد. شاهدنا أكثر لاعب طبعا كان مهند الطاهر، عنده 13 هدف، جودوين 12 هدف مع الهلال في المشوار. بعد تواجد في المجموعات، بعد الوصول في المراحل المتقدمة، بعد أيضا الوصول اللي تكرر لنصف النهائي أكثر من مرة، ربما العشم من الجماهير ومن القاعدة الكبيرة بالجديد في هذه البطولة في هذا الموسم، مع العلم بأنه المشوار صعب، هناك أندية كبيرة وأندية استعدت وأندية تمتلك أيضا الروح والعزيمة، ولكن ثقتنا كبيرة في القمة في دوري الأبطال لتنال المراد إن شاء الله، وأيضا في الكونفدرالية إرسال كرة بعيدة ومرت وتحولت لضربة مرمى مع المعز محجوب. المشوار والخريطة للأمل مع هوانغ الزيمبابوي. أليشندي اللي حقق نتيجة ممتازة على فيروفيارو الموزمبيقي، يكمل إن شاء الله المشوار أيضا في شندي. المريخ غدا ليرسم الفرحة لجماهيره أمام بلاتينيوم بعد النتيجة الإيجابية في هراري. محاولة الآن، كرة مرت وتحولت لرمية تماس، بعد ذلك انتظار المراحل القادمة. صحيح مقتنعين بأنها الأصعب، ولكن الإعداد يكون جيد والاستعداد يكون جيد والعمل والروح والقتالية إن شاء الله ننال المراد. كرة ملعوبة الآن لعمر بخيت، حول كرة لفالنتاين، التقدم الجاري فالنتاين نوبلو ومحاولة للتسديد، لاعب صاحب قدم قوية وبونغو طبعا محتار، وحتى لا تكون المسألة مفاجأة بالنسبة لهذا المدرب، هو أيضا قدم من بانجي للخرطوم لأم درمان، وهو يعلم تماما خاصة بعد الانتصار وبعد الهزيمة اللي تلقاها في ملعب. كرة ملعوبة هلالية وانطلاقة من جانب فريق الهلال ممتازة، نزار حامد يلعب كرة والانطلاق على الجهة اليمنى، محاولة لحق بالكرة لكن الكرة مرت على بكري المدينة وتحولت لضربة مرمى، ضربة مرمى مع الحارس كونجي كارزيتو الإيطالي الفرنسي الجنسية القادم لصناعة تاريخ مع الهلال عبر الموسم الإفريقي الذي بدأ بهذا النادي بدي اف سي. إصابة للحارس، نتمنى السلامة لكونجي. مشوار سيكمل بلقاء أو الفائز من اللقاء الذي سيقام بعد غد فيتا كلوب مع جمعية أولمبي شليف الجزائري، اللقاء السابق انتهى بالتعادل، الآن أقرب فيتا. المشوار الأحمر إن شاء الله بعد التفوق على بلاتينيوم سينتظر القادم من مازيمبي باور ديناموس. مازيمبي تعادل خارج قواعده أيضا بلغة المنطق هو الأقرب، بعد ذلك نفكر في مشوار قوي وفي مشوار أيضا يكون ممتع هذا الموسم حتى الوصول لمنصات التتويج. عديد الأندية موجودة والأسماء والمباريات
الموجودة. الأهلي القاهري سيلعب مع البن الأثيوبي، هو بنتيجة إيجابية خرج بالتعادل في أثيوبيا. أيضا الزمالك في مباراة صعبة مع أفريكا سبورت. كان الأسماء موجودة والفرق موجودة والأندية الموجودة في دوري الأبطال تؤكد بأن هذه البطولة ستكون في المراحل القادمة بطولة قوية وفيها العديد من الصدامات واللقاءات. أمنياتنا بالتوفيق لأبناء الوطن. كرة ملعوبة الآن من جانب فريق دي اف سي. ارسال الكرة تعود لبيشا، العودة مباشرة لحارس المرمى لمعز محجوب. خماسية هلالية حتى الآن في مرمى الدبلوماسيين. التقدم من جانب سيف وسط الملعب، كرة منقولة، انطلاقة من جانب بكري، مشوار على الجهة اليمنى، لكن الكرة طويلة طويلة وتحولت لرمية تماس مع أدزوكا. لاعب الكرة لبوتاري وسط الملعب تيس بونغولو. التحول والانطلاق على الجهة اليمنى لمصلحة دي اف سي. مشوار يستمر وانطلاقة تستمر ومحاولة، ولكن العودة لعمر بخيت لعاد عمر بعد رحلة كانت من المعاناة مع الإصابة، يعود ليواصل المشوار في وسط الملعب الهلالي. صافرة لمصلحة فريق الهلال. كرة مع سيف مساوي، إرسال كرة أمامية، سيف لكاريكا، كاريكا يعيد الكرة بالرأس، ملعوبة لفالنتاين. المحاولة واللمسة والتبادل وانطلاقة من جانب مدسر كاريكا على الجهة اليسرى. كاريكا علي كرة عالية، خروج حارس المرمى الحارس كونجي اللي استقبل 5 أهداف هلالية في هذا الملعب. محاولة تقدم بشا، الكرة تحولت لرمية تماس، ملعوبة تيس بنغولو. العودة لموسى، إمام موسى، العودة في وسط الملعب لجايد. نقلات من دي اف سي، لكن أيضا الكرة مقطوعة، تحولت هلالية عن طريق كاريكا. العودة لمعز محجوب، إرسال كرة أمامية من معز محجوب، تحولت مباشرة لرمية تماس للدبلوماسي. تماس ملعوب وفالنتاين لعوض عبد اللطيف سعيد. تستمر هذه المباراة مشاهدي شروق في كل مكان، والتفوق كما تابعتم لفريق الهلال ب5 أهداف. مباراة السابقة 3 أهداف، المجموع أصبح 8 أهداف هلالية نظيفة في مرمى الدبلوماسي. وسط الملعب الآن كرة منقولة لباري ديمبا، الانطلاق من جانب باري، يلعب الكرة لمهند الطاهر، محاصر، محاولة للمرور، تمر لنزار حامد، يلعب الكرة لسادومبا. سادومبا على الجهة اليسرى، العودة من سادومبا لفالنتاين. فالنتاين مشروع تسديد، حاول يجرب في التسديدات. فالنتاين لاعب نيجيري، لاعب نيمبا السابق، صح، قدم قوية يسرى، وهو أيضا يعود من رحلة من إصابة خفيفة. عودة للمشاركة، العودة للانسجام، الاستعداد للمراحل القادمة هو الشيء المطلوب، الشيء الهام في المسيرة بكل تأكيد. دي اف سي الآن محاولة عن طريق ديسبونكولو، تقدم في وسط الملعب لكن مقطوعة من جانب عمر بخيت لمهند الطاهر. تمريرات هلالية وتحكم بنسق المباراة. الكرة تحولت لرمية تماس، رمية تماس فالنتاين لمهند الطاهر، لمسة على الجهة اليسرى لفالنتاين. تعود الكرة ملعوبة أمامية لإدوار سادومبا اللي حاول بالرأس. الكرة مرت وتحولت لضربة مرمى لدي اف سي مع جونجي حارس المرمى. إعادة للقطة والتمريرة، يجتهد سادومبا لزيادة الحساب، زيادة الرصيد طبعا. رأسية من جانب نزار حامد، كاريكا يمشي الكرة، كاريكا لمهند الطاهر
عودة لفالنتاين، تحكم كبير من جانب فريق الهلال بالمباراة. كرة تمر لسيف مساوي، سيف مرور من جانب سيف مساوي، محاولة التقدم لكن الكرة مقطوعة من جانب فريق دي اف سي. تحول لإمام موسى كابتن الفريق، التحول على الجهة اليمنى وبيشا يحاول، كرة ما زالت خطيرة خطيرة والتسديدة، ولكن أيضا التغطية من جانب نزار حامد في التوقيت السليم وفي اللحظة المناسبة، بالتالي حول الكرة مباشرة لتتحول لضربة ركنية لمصلحة دي اف سي. شوف المحاولات والتغطية في اللحظة المناسبة. ملعوبة لإمام موسى، يحاول في الكرة الخلفية لكن سهلة بالنسبة للمعز محجوب. يبدأ رحلة المشوار عن طريق مهند الطاهر وسط الملعب عن طريق نزار حامد، لكن أيضا الكرة مقطوعة ترجع الكرة على الجهة اليمنى. التقدم الآن من جانب فريق دي اف سي، كرة عالية، المتابعة مشى حول الكرة لضربة ركنية. بانجوا مدرب الفريق، كرة عالية ومحاولة، تسلل موجود على بوتاري، تسلل على بوتاري المدافع المتقدم للأمام في فريق الدبلوماسيين. وسط الملعب الآن، كرة منقولة تمر للجايد، يلعب الكرة للإمام موسى، يتحرك ما زال يتحرك فريق الدبلوماسيين، يلعب كرة أمامية عالية وفالنتاين يحول الكرة لضربة ركنية، ضربة ركنية على يسار حارس المرمى المعز محجوب. التنفيذ ديسبنغولو، يلعب كرة أمامية الرأسية قبل بوتاري، يحاول موسى لكن ترجع من جديد، يتقدم للأمام لكن مقطوعة. الآن المرتدة هل تكون مثالية؟ ملعوبة مباشرة لإدوارد سادومبا، سادومبا على الجهة اليسرى، مشوار تقدم، يلعب الكرة مع مدسر كاريكا، هيئ الكرة وتهيأت الآن وفرصة. كونجي كونجي، شوف ردة الفعل، 5 6 10، تريد هذه الجماهير، تريد الأهداف، تريد الانتصار. حسر على إضاعة الفرصة. كرة ملعوبة الآن، انطلاقة من جانب دي اف سي، هيئ كرة لكن عمر بخيت ممتاز في مكان سليم، خلص الكرة لبشا، تقدم وتبادل وأيضا تمريرات، التحول مباشرة لمهند الطاهر، التمريرة من جانب مهند وسط الملعب الآن عن طريق نزار حامد. شوف تمريرات ومحاولات ونقلات، سادومبا الكرة طالت على سادومبا وتحولت لرمية تماس. سادومبا تحولت الكرة لرمية تماس. ملعوبة لفريق الدبلوماسيين، فريق اللي غادر البطولة، بطولة دوري الأبطال رسميا. سيف مساوي، سيف سال كرة أمامية من سيف في اتجاه إدوارد سادومبا، الزيمبابي في محاولة للمراوغة، يعود للخلف لنزار حامد، المرور ممتاز من جانب نزار والخطأ واضح لمصلحة الفريق الهلالي. نزار في وسط الملعب، تحرك بعد النزول، الاجتهادات، المحاولات. أكونجي الآن بالرقم 9 يستعد للنزول بديلا لجايد، أتو رقم 8. تبديل من جانب بونغوا مدرب فريق دي اف سي. هنا الفرصة الضائعة والكرة الملعوبة مباشرة عند حارس المرمى كونجي، واضح على الصورة. الآن المخالفة لمصلحة فريق الهلال، فالنتاين مشوار، اصطدمت الكرة ومحاولة لكن مقطوعة أيضا من جانب بوتاري، التحول والرأسية والتشتيت
مباشر للكرة من جانب كام كام، تتحول هلالية لفالنتاين نوبلو، مشوار الكرة اصطدمت وتحولت لضربة ركنية على يسار حارس المرمى جونجي. ركنية هلالية ستنفذ من جانب مهند الطاهر، ضربة ركنية لمصلحة الهلال، ملعوبة مباشرة، كرة أمامية اصطدمت وكرة حائرة داخل منطقة الجزاء. 6 أهداف، الهلال يبحث عن الهدف السادس، النتيجة الأكبر لفريق الهلال تكررت 3 مرات في مشوار الأزرق، بداية ب 66، انتصر 6-0 على سمنت. أيضا كرر الانتصار ب6 أهداف، 83 المحاولة لمصلحة الهلال. الآن كرة ملعوبة للأمام لكن تعود، يصل للرقم القياسي من جديد أو يكسر الرقم القياسي. عموما نمضي لخواتيم هذه المباراة، التفوق الهلالي الأهم والأبرز هو التأهل للمرحلة القادمة والإعداد الجيد والاستعداد الجيد وانتظار صافرة ختام مباراة فيتا كلوب الكونغولي وجمعية أولمبي شليف الجزائري. الإمام موسى، التحول الآن، تعود الكرة لمهند الطاهر، مراوغة تقدم جاري مهند الطاهر، إرسال الكرة للأمام، صدمت، تعود لباري ديمبا، نزار حامد، تمريرات ونقلات للاعبي الهلال. عمر بخيت، ملعوبة أمامية لمهند الطاهر، محاولة تقدم للأمام عن طريق الجهة اليسرى لكن المتابعة من فريق الدبلوماسي مرت، تحولت مباشرة لتكون ضربة مرمى لمصلحة فريق دي اف سي الدبلوماسي، فريق افريقيا الوسطى. ملعوبة لبشا، كرة منقولة للأمام عن طريق بكري، يحاول ولكن الكرة مقطوعة من بكري، التدخل من أتسوكا وسط الملعب، تيس بنغولو، التقدم على الجهة اليمنى ومحاولة لإرسال كرة أمامية، تمرير لياكونجو، محاولة للتبادل السريع لكن الكرة مقطوعة، تحولت لمهند الطاهر في مرتدة هلالية. بكري المدينة في وسط الملعب، كرة ما زالت هلالية، ملعوبة الباري ديمبا، إرسال على الجهة اليسرى سريعا لمدسر كاريكا، مدسر كاريكا يحول الكرة لكن مقطوعة من جانب بوتاري، قراءة سليمة، تحول الآن لمصلحة الدبلوماسيين وسط الملعب. لامي موسى، إرسال كرة أمامية ومحاولة للتقدم السريع في فرصة للتقدم ومحاولة وهدف شرفي يضيع، هدف شرفي يضيع للفريق الدبلوماسيين وللمتقدم للأمام. مازيكي، مازيكي مع الإمام موسى، حاول في كرة خطيرة مرت وتحولت مباشرة لضربة مرمى. صحيح الأخطاء، دراسة الأخطاء الدفاعية للتزود بالصورة المثالية لقادم المشاوير ولمرحلة دور 16 في دوري أبطال إفريقيا في النسخة رقم 47 لهذا الموسم. الانطلاقة من كاريكا، مشوار كاريكا، يا سلام يا كاريكا، لو كملت لكن الكرة مرت وتحولت لضربة مرمى. هنا اللقطة والتقدم والمراوغة الجميلة الحلوة، ولكن الهدف الرابع غاب عن كاريكا، الهدف الشخصي في المشوار لدوري أبطال إفريقيا. 4 أهداف تضع كاريكا طبعا في مقدمة الهدافين، الآن هو يتشارك مع سادومبا ب3 أهداف. المحاولة، كرة اصطدمت، بكري المدينة، مقطوعة من أتزوكا لبوتاري،
دي اف سي، تقدم للامام، انطلاقه لادم المسيين، مشوار في كره خطيره، والكره ايضا تمر وتتحول ل ضربه مرمى. ربما الدفاع، التعامل بجديه، التعامل بحسم مطلوب للمراحل القادمه. بكري الان، بكري الان يراوغ، بكري يتقدم، بكري هيئ الكوره، والكوره رجعت امام الجميع ضائعه، محاوله للارتداد السريع، ويجد فريق الدبلوماسيين احيانا مساحات، يتقدم الان ويهدد في اكثر من لحظه المرمى الهلالي، لكن النتيجه التفوق، الاحساس بالانتصار وتقدم الامام، هذا يضع صورة مغايرة بالنسبة للاعبين، اللعب بطريقة ومحاولة، وسادومبا يضيع هدفه أيضا الرابع، ثلاث دقائق على نهاية المشوار، وعلى صافرة المغربي، وعلى الإعلان الرسمي للهلال للتأهل مباشرة لدوري لمرحلة 16 من دوري أبطال إفريقيا، ليفكر بالقادم. الآن كرة منقولة، تحول ومنقولة، التمرير، العودة، أوه الهدف، الهدف الذي جاء عن طريق النيران الصديقة، وغياب التفاهم ما بين المعز محجوب وعمر بخي، لم يسجل فريق الدبلوماسيين، وسجل الهلال بالنيابة عن الفريق، فريق الدبلوماسيين، عمر بخي ومعز محجوب. هنا الإعادة للقطة والتمريرة، لكن غياب التفاهم، النظرة قبل التمريرة، تقدم المعز محجوب من مرماه، يحدثكم الكابتن رشيد وكابتن فوزي أكثر عن الدفاع بصورة عامة، وعن أيضا المطلوب في المرحلة القادمة في مواجهة فرق ستكون بكل تأكيد أقوى وأكثر تنظيما، ويجب أن نستعد جيدا، ونستعد بكل القوة وبكل الأسماء وبكل الخبرات، حتى نتمكن من العبور للمرحلة ما بعد القادمة، مرحلة المجموعات. انطلاق الآن وسريعة، هدف يفتح الشهية بالنسبة للدبلوماسيين، ومحاولة أيضا لكن ضاعت على هذا اللاعب لامين موسى، يحتج يطالب بركلة جزاء، طبعا يشير لمساعد الحكم أنه تم دفعه وفي الكرة الماضية. عموما كرة ملعوبة، وتحول مباشرة مع سيف أنساوي، عمر بخيت، 5-1 تفوق هلالي، الانتصار هلالي على دي اف سي. انطلاقة من جانب مهند الطاهر، محاولة التبادل، والكرة والتسديدة من جانب مهند الطاهر، لكن كونجي كان في التوقيت السليم وفي المحاصرة السليمة، الكرة ترجع من جديد، بوتاري إرسال كرة للأمام، عمر بخيت، ملعوبة لسيف مساوي، إرسال كرة للأمام، لحظات الأخيرة من هذه المباراة، الكرة العالية ولكن بالرأس في وسط الملعب، استمر معكم إن شاء الله الرحلة أيضا غدا مباشرة. المريخ، بلاتينيوم من ملعب استاد المريخ، انطلاقة على الجهة اليمنى، ومحاولة للمرور والمراوغة من بكري المدينة، العودة والتمريرة والمحاولة، لكن الكرة مقطوعة، ترجع من جديد عن طريق باري ديمبا، تخلصت للدبلوماسيين في محاولة لعكس الهجوم والانطلاق للأمام، ولكن الكرة مقطوعة من جانب سيف مساوي وسط الملعب، حكم المباراة يشير إلى خروج الكرة، وجود رمية تماس لمصلحة الدبلوماسيين، ملعب مباشرة، تحول وإرسال كرة عالية لأكونجي، يحاول ودخول من فالنتاين، خلص الكرة فالنتاين، كرة عالية، مهند الطاهر بالراس يحاول مشي الكرة، لكن مرت من مهند، رجعت من لاعب الهلال نزار حان.